اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بهديل الاطفال الحلوين اللي هم حابين التغيير، مش بنقول لك بناكل لحمه ولا فراخ يا مامي، النهارده عامل لكم النودلز بالخضار بس برضه هي فيها بروتين لطيف وجميل، وعندنا الصويا صوص بروتين نباتي لطيف وجميل وكمان صحي. فهنشوف النودلز ازاي نعملها بالخضار بتشكيله من الجزر والكوسه، وهندخل الخيار في الخضره بتاعه النودلز. اخواننا في اليابان او في الصين بيدخلوا الخيار في بعض الاكلات بتاعتهم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مستر البستاشيو، البستاشيو مشهور جدا دلوقتي مع الايس كريم وفي الكافيهات، لاتيه بستاشيو لاتيه ايس كريم. البستاشيو اللي هي صلصه الفستق، البستاشيو اللي هو عباره عن فستق مطحون واخد كريمه لباني وسكر باودر. انا عايزكم في الريف المصري والصعيد المصري هخليكي تعملي البستاشيو، معرفش اللي هي بتطلع معايا ازاي، البستاشيو ده بطريقه سهله وبسيطه بحيث انك انت تشغليه ايس كريم، تخليه في الكافيهات، تخليه في الكافيه بتاعك، تعمليه سموزي في العصاير، هي صلصه لطيفه وجميله، وتعملي برطمان تحطيه في الثلاجه. هنجيب الفستق نطحنه، بياخد سكر باودر وياخد كريمه سائله، وتدخليه في قلب الثلاجه يبقى لطيف وعندك، واولادك بيشوفوا الصور دي على السوشيال ميديا حبينها مش هتحرمهم من حاجه وتعمليها. معانا فرايد رايز النهارده بالسبانخ. فرايد رايز يعني رز مصري بياخد زيت سمسم وصويا صوص والسبانخ غنيه بالحديد. مطبخ النهارده مطبخ صحي واحنا متفقين. ومن بدايه بعد العيد ان احنا الاكل بتاعنا بيكون هيلث بقدر الامكان، ما فيهوش لا فراخ ولا لحمه، ولكن في افكار بسيطه وسهله. وهناخد بعضنا نطلع فاصل ونرجع تاني لمستر اسمه ايه يا شفيق يا فاروق؟ الاسبيتيتوس، الاسبيتيتوس بتاعنا او الاسبيتاشو، هنشوف نعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الاكل بتاعنا النهارده بساطه سهوله مرونه، يعني تفاصيل بسيطه وسهله ولكن الطعم والشكل جديد. تعالوا مع بعض نعمل الفرايد رايز بالسبانخ والجزر، اكله لطيفه برضو وصحيه وزي الفل. رز مصري، ودايما الفرايد رايز بيتعمل في اليابان في الصين في اي مكان في العالم لازم رز مصري هو اللي بيدي الطعم. حتى اليابانيين السوشي بتاعهم ما يبقاش له طعم الا بالرز المصري. معانا رز مصري ومعانا سبانخ ومعانا جزر ومعانا سمسم وصويا صوص وزيت السمسم. حلو قوي، تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي سريعا. هناخد اول حاجه الرز، الصوره بتاعتنا الحلوه دي كده، ونسلقه. سلق الرز سهل، بس هو مع الفرايد رايس هيبقى له طعم تاني. اهو معلقه زيت صغيره، حلو. شوف انا هسلق الرز ازاي بقى المره دي، ومعانا من التوم فص توم صغير. مش هستنى لما التوم يتحمر، انزل بالرز ده كده عليه على طول. اهو شويه رز تاكلي صوابعك وراه، مش كل يوم كشري بالعدس الاصفر. غيار يا ست الكل. اي نعم انا بعشق الاكله دي. امي لما كانت تعملها مع البيض المدحرج بالسمنه البلدي حكايه، والله اشتقت لها دلوقتي. شويه رز مع شويه عدس كده، وفي الاخر يا عم الشيف البيض يتسلق وفي شويه سمنه بلدي بعد السلق يتدحرج مع رشه فلفل ورشه ملح وكمون. يا ويلي جوعنا؟ جوعنا ولا لسه؟ انا عارف هتعملوها دي، مش هتعملوا الصين ده النهارده. ادي الرز بتاعنا اتحمر مع التومه وبنقلبه كده. شويه رز اهو، مش هنحط ملح خالص لان احنا هنحط عليه الصويا صوص، فهو ايدك تروح على الملح من فضلك. قلبنا الرز مع الفص التوم ده. لا لسه له شكل، له قصه ثانيه على فكره. ده بعد ما يستوي الرز هياخد السبانخ والجزر. مخرج بيركز معايا قوي. هوريك حاجه دي، هوريك النودلز دلوقتي مش هتعرف شكلها. هننزل بالميه. الله اهي. بس خلاص استوى الرز، هنسيبه كده على نار هاديه. واتقل على الرز. ايوه زي ما قلت كده لما يستوي، بس لازم تغطيه، ويفضل ان احنا نغطي الرز بعد ما يغلي.
نظبط عيار الميه بتاعه ونهدي النار عليه. استوي براحتك بقى يا باشا. الرز على النار. اخباره ايه؟ ايه المطبخ السهل ده يا عم الشيخ؟ ده ولا كانك واقف في مطبخ، انت واقف بتتدلع. ادي الرز اهوت. حلو. نجهز الخلطه بتاعت الرز لان احنا هنعمله فرايد رايز بالسبانخ وبالجزر. بنحط طاسه على النار ونطفي النار اللي احنا مش عايزينها لعدم التبذير في فاتوره الكهرباء. ده الطبيعي. خليكي زي كده. اللي انت عايزه تستخدميها خليها. وتعالوا نعمل مع بعض الفرايد رايز. حلو قوي. طاسه على النار، معايا شويه سبانخ حلوين طازه زي الفل، ومعانا جزر مبشور، ومعانا صويا صوص، ومعانا شويه سمسم، وفصين من الثوم، وبصلايه ناعم، والمقادير على الشاشه. السبانخ هنقطعها بالشكل ده كده، تكسيرها بالسكينه كده لان دي مع الرز اهو. تقطيعها كانك هتعملها سلطه يعني. دي السبانخ. حلو. معانا بصلايه حلوه محترمه كده لطيفه اهو، بناخدها برده شرايح. وتغيير من الرز، يعني مش كل يوم رز بشعريه، مش كل يوم رز حبه وحبه، مش كل يوم رز معمر في الفرن. خلي بالك. دي البصلايه الحلوه. اخبار الطاسه ايه؟ سخنت معايا، بحط معلقه زيت صغيره في الروقان كده. المطبخ رايق زي الفل والرز بيستوي. ده معلقتين زيت. مش هنحط زيت السمسم دلوقتي، زيت السمسم ده يتحط على الرز بعد ما نحطه. هننزل بالبصلايه دي كده. مش مطلوب مني ان انا احمر البصله خالص اهو. حلو قوي. اخبار الرز ايه يا عم الشيف؟ هو ده الرز اهوت، استوى معانا في طعم التومه. الله، هو ده. بصلايه زي الفل. ننزل بالجزر المبشور. حاجة جديدة ولطيفة، تغيير. يبقى يوم عندك في الأسبوع، يوم كل 15 يوم، يوم في الشهر. تقف في المطبخ كده رايقة، تعملي حاجات جديدة بأفكار جديدة. لا تفكري ولا تحتاري. الشيف المغازي هيخليكي تختاري. ننزل بالسبانخ الحلوة. ده لسه قصة البستاشيو دي بقى. البستاشيو ده حكاية. ده الكافيهات والمطاعم على طول. مية بالبستاشيو، تلج بالبستاشيو، في الآخر تلاقي فول سوداني واخد لون أخضر. يا شماتي تقابل أزازة فيا، فعش بستاشيو يعني فوزدو. فوزدو حلبي يا أستاذ، ينطحن في الخلاط، ياخد كريمة لباني، ياخد سكر بودر. هو ده مستر بستاشيو. إنما أجيب فول سوداني وأطحنه وأديله لون أخضر وأقول ده بستاشيو؟ يا راجل يا طيب. شايفين الجمال والحلاوة؟ فرايد رايز. ننزل بالرز. كده تعرفنا البستاشيو فوزدو. حلو. لما تعمليه وتحط برطمان في البيت، في التلاجة وفي باب التلاجة، شوية عصير تحط معلقة منه، زي البيستو سوس كده بتاع المكرونة وبتاع الطلاينة. في مكرونة تلاقيه، في بيكاتا تلاقيه، في سبوكو تلاقيه، في فرايد رايز تلاقيه، في ريزيتو تلاقيه. ده مستر مين؟ مستر البستوسوس، زي البستاشيو كده. شايف الرز؟ ده الرز خلص كمان. ياخد زيت السمسم وياخد الصويا صوص لان انا مش حاطط ملح. ادي زيت السمسم يدي الطعم. الله. وادي الصويا صوص. لا ملح ولا كزبره بينا، خلي بالك. نقلب الرز يتحمر كده. البعض وليس الكل يحط بيض اومليت يتقطع بعد ما يستوي، ثلاث اربع بيضات ويتحطوا على وش الرز ويبقى لطيف وجميل.
الرز كده جاهز للتقديم، هنسيبه على النار شوية عشان كله يدوب في بعضه. واستأذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل البيستاشيو ايه أفكاره، ايه حكايته، ليه مشهور في بعض الكافيهات والمطاعم مع فليفر مختلف، أو هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية. فرايد رايز من غير سنة شبت ملوش طعم ملوش شخصية. المحشي بتاعنا سواء محشي كرنب ولا ورق عنب ولا محاشي مشكلة، من غير معلية شبت مع الخضرة ملوش شخصية. يا سبحان الله، يقول لك يجعل سره في أضعف خلقه، شبت بس ما تكتريش منه يعني. ده لازم، هو اللي بيدي طعم للفرايد رايز. خدت أنا كده إيه عشبتين من الشبت، بحطهم في الاخر كده، بيدي طعم حلو قوي خاصه مع الصويا صوص وزيت السمسم. الله، على فكره ممكن تستخدم الكرومب في الفرايد رايز. شفت شويه الرز دولت؟ والله العظيم قدامي انا احلى من الديك الرومي ولا الفخده الضاني. صح 100%، بروتين موجود في الصويا صوص، الرز كربوهيدرات ونشويات، السبانخ حديد ومعادن مستودع من المعادن، الجزر كل حاجة بتفكري فيها موجودة في الجزر، ألياف، سكريات، فيتامين سي، البصل مش محتاجين نتكلم عنه، غني عن التعريف، التوم. طبق ده عندنا أحلى من الديك الرومي. نغرف الرز ده كده، أهو ده، يلا بينا. مطبخ بسيط وسهل، لازم يعني يكون فيه فراخ ولحمة، رشة السمسم على الرز ده، أو هنجيب بيض، ثلاث اربع بيضات، ونعمل طبق اومليت حلو كده، ونعمله رولز ونقطعه ونحطه على وش الرز. بعض المطاعم تعمل كده، بس انا يعني مش عايز اقدم معاه بيض، انا عايزه صحي كده زي الفل. شفت الحلاوه دي والجمال ده؟ السبانخ فيها هو ده الطبق. رشه السمسم حط على الرز، حلوة، ده العنوان، دي البصمة زي ما بيقولوا. حلو، ده الفرايد رايس بتاعنا.